السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، يعني الساعة دلوقتي 1:10. احنا موجودين في بني سويف في عزبة الشركة مركز أبو خلاد تابع لبني سويف. أنا أكيد قلت حاجة غلط. مركز ناصر تبع حكومة أبو خلاد وفي الآخر تبع بني سويف صح؟ اسم الكريم إيه بقى؟ ناصر السيد. ازيك يا عم ناصر، عامل إيه؟ الحمد لله الله يخليه. اسمك إيه يا عسلية؟ نريمان. نريمان؟ إيه الحلاوة دي؟ ازيك يا نريمان؟ الحمد لله الحمد لله. اسم حضرتك إيه؟ أم جلال حضرتك. فين جلال؟ جلال مش موجود ولا اخبار. طيب بتيجي هنا مسألك على اسمك كده، تعالى جنبي هنا، تعالى هنا، تعالى جنبي هنا، تعالى جنبي. اسمك ايه؟ عز الدين. عز الدين؟ ازيك يا زيزو؟ لله الحمد لله الحمد لله. تعالى يا حماد. ازيك يا احمد؟ اسمي احمد. ما انا بقول لك ازيك يا احمد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. سنه كام يا احمد؟ رابعه. النهارده اجازه ولا في مدرسه؟ اجازه. ماشي. ازيك يا عم ناصر؟ كل سنه وانت طيب. طيبين جدا. بقول لحضرتك ايه بقى، يعني احنا كنا جايين كده مع مصر الخير وبنلف وبنسلم على الناس الطيبه اللي هنا، وعرفنا ان ربنا يزيد يا رب ويبارك ان في كراتين بتتوزع، وحضرتك جالك الكرتونه بتاعتك النهارده. حصل. كل ما بيجي اي حاجه بيجيبوا لنا منها من مصر الخير، كرتونه بيبقى فيها رز ومكرونه وسكر ودقيق من خيرات الله، يعني ربنا يزيد يا رب ويبارك. برضه معاها برضه بطاطين وكده برضه. تمام تمام. وانت يا ام جلال؟ كل حاجه حلوه بتيجي والله العظيم من اهل الخير، ربنا يكرمهم ويجازيهم كل خير يا رب، يا رب. للناس الغلابه ودايما كده يا رب يجعلهم في ميزان حسناتهم. قولي لي بقى، اولادك في مدارس يعني في سنه كام وسنه كام وسنه كام؟ حضرتك عندي اولى اعدادي وتالت اعدادي ورابعه، وعندي اتنين توأم بس دخلتهمش عشان الظروف يعني سمحتش ان انا اجهز لهم. انا شفنا واحد طالع كده من غير هدوم دلوقتي. بيت براء. براء اللي عمل. ربنا يخلي حضرتك ويخليكم دايما للناس الغلابه وما يحرمناش منكم. انتوا فوق راسنا، انتوا اسيادنا. يبارك لكم يا رب، ربنا يبارك لكم ويجعل في ميزان حسناتكم كل اللي تعملوه والله مع الناس الفقيره. قولوا لي يعني كل بلد يعني لما بيجي الشتاء دايما بيبقى في مشاكل، يعني في ناس بالنسبه لها الشتاء لما بيجي بقى المشكله في المطر، في ناس في السقعه، في ناس في قله الاكل مثلا. يعني انا عايز اعرف هنا في المركز هنا او في البلد هنا ايه مشاكل البلد في الشتاء؟ مشاكلها لما بيقفوهم مطره طبعا، هنا السقف بيبقى ضعيف او بيبقى بوص، فطبعا بتنزل عليهم معمول من البوص. وفي ما بيبقاش ما عرش زي بطن زي كده نزل عليهم، يعني عاملين المكان ده كده اسمه مثلا بنقعد فيه، ما فيش مكان كل واحد يقعد فيه، فبنعمل كده اي ضيف يجي نقعد تحتها يعني مضله كده. طيب في المطره بقى الشديده يا عم ناصر بتعملوا ايه؟ والله احنا في بعد السواعي بنروح عند الناس بيكون بيوتها مظبوطه ونخش معاهم. يعني ممكن تسيب البيت؟ بنقفله ونسيبه ونخش معاهم وجوه لغايه ما المطره تبطل. لا كده حضرتك حضرتك بنسيبه هنعمل ايه؟ عشان خاطر الاطفال. انا كنت والده جوزي ساعه النطره الثقيله اخر مره دي حضرتك كنت جايبه جوز عيال اللي هم التوأم دول. لا ده اللي حضرتك لا يجي ست سنين اهي. لا اللي هي كانت ثقيله جدا. كنت لسه والده لو مؤاخذه حضرتك جوز عيال توأم. مشيت عند بيت مصبوب والله لموني فيه بعيال. وسيبنا. ولما رجعت طبعا لقيت البيت متغرق والله. فرشتنا والتلفزيون باظ وكل حاجه ساعتها والله. انت وقتها بقى ما فكرتيش في حاجه، انت خدت العيال وجريتي. بالظبط اقول لحضرتك اه والله، وبقيت الناس تنقل معايا العيال يعني صراحه. اللي هي بيتها مظبوط يعني ربنا يبارك لها زي حضرتك كده بقيت شيء معايا يا رب ويسترها عليك يا رب. طب ايه المشاكل تاني يا عم ناصر يعني عندكم هنا؟ لان دايما الشتاء بتبقى مشاكله كتير، يعني انا كده عرفنا ان المطره بتبهدل الدنيا، ايه تاني بقى؟ يعني ايه المشاكل اللي بتبقى موجوده في الشتاء؟ بتبقى مثلا داخل عليك مدارس وداخل عليك برضو معاك عيال عايزه كسوه عايزه مصاريف مدرسه، ومفيش برضو الدخل بيبقى محدود. مفيش تشتغل يا عم ناصر؟ يعني انا اشتغل استرزائي كده يعني على الله. باب الله يعني. فطبعا بتبقى يوم فيه وعشره ما فيش، فبتلاقي طبعا مشاكل. مثلا انا عندي عيل بيروح المدرسه بيخش درس، ممكن يروح يوم يغيب اثنين، لو ليه مثلا شغلانه مثلا مع اي حد يجيب لنا مصاريفنا بيغيب بيساعد. ما هو جلال اهو وسيد اهو. ما في ربنا يخليهم يا رب ويبارك في عمرهم يا رب. الله يخليك الله يبارك فيك. يعني انتوا في الشتاء هنا المشاكل المطره والبرد الشديد ومفيش شغل، فالحال على القد. ما هي اللي هي احنا يعني الواحد هي كلها ايام ربنا حلو، بس طبعا ان الشتاء بتتعبنا احنا كتير. يعني الشتاء يعتبر اصعب اصعب وقت في السنه. طبعا اصعب ايام للفقير بالذات الشتاء. على اساس مثلا بيبقى المطر ويبقى الجو بيبقى ساقع، اللي اتغطى والعيل بيبقى برضه عايز لبس تقيل، فكل ده برضه بيبقى بيحزن الواحد شويه. البرد هنا بيبقى برد زي ما بيقولوا على حق ربنا يعني. كل هنا المكان مكشوف، فساقعه ساقعه يعني بتخلي الواحد ما بيقدرش حتى يتحرك المكان.
حتى لو قالوا ضف حتى مش عارف يقعد فين مش ساقع نقيد ونعمل بقى بس هتقيد فين ولا تعمل فين. يعني انت اقدر اقول يا ابو جلال لما بيبقى داخل الشتاء انت ما بتقيش فرحانه؟ يعني اعرف والله احنا بالنسبه للصيف لنا هنا حلو والله، يعني الصيف بيبقى احسن من الشتاء عندنا، عايزين الدنيا كلها صيف على طول عشان الشتاء بنتعب فيها احنا وليه نبقى راقدين. يعني لو مؤاخذه حضرتك لازم نقيد اي حاجه قبل ما ننام عشان تدفي المكان اللي احنا فيه. طيب يعني حته ان السقف من البوص يعني بينزل ميه، فاكيد مش ميه بس اللي بتنزل من السقف، يعني ممكن يبقى في حشره حاجه تنزل بيحصل هنا تعابين بتبقى سرحانه وكده وعقارب وكل ده متعرض ليه. يعني انت الحل ان لو السقف او البيت اتصب والسقف ما بقاش بوص وتأمن كويس كل ده هيبقى نظيف، يبقى تمام، يبقى أمان لينا وللأسرة كلها، ما يبقاش فيه أي حشرة تزرع الواحد أو مطرة أو ساعة أو يبقى الحياة تبقى مية مية جدا. وعندي جزء عمليات تاني له مؤاخذة، واحد في الخصية وواحد عاب خلقي، دول والله العظيم ربنا اللي يعجر كتير في اللي هو التأمين وفي الآخر ما فيش نتيجة، ما فيش سير الفاضي يدوخونا وفي الآخر ما بنعملش. تروحوا المستشفى، المستشفى بتروحوا فين يا ام جلال؟ نركب ثلاث مواصلات على ما نوصل لمستشفى بوش. على ما نوصل بعيد. والله يا حضرتك شوف بقى من هنا للكوم مواصله، ومن الكوم لهنا للبلد اللي احنا نروحها مواصله، مواصله اول ما ننزل لمؤاخذه على الطريق لغايه المستشفى مواصله ثلاث مواصله. وتروح هناك وممكن ما تعرفش تدخل، وممكن بيبقى زحمه. اقول لحضرتك بقى قوم اقطع الورق ده، احنا ما بنكشفش صراحه خصوص نروح نقطع ورق، يا عرفت تقطع يا ما عرفتش ونعاون نجيب بقى من الصيدليه نعمل ايه. ان شاء الله والله بامر الله كل حاجه هتتحل وتبقى كويسه ان شاء الله. طب انتوا هنا يعني انا وانا ماشي انا مش يعني مش شايف مثلا دكاكين ولا محلات ولا حاجه، يعني بحس ان في البيت كده حد فتح حاجه مثلا شويه رز على شويه مكرونه شويه بسكويت بس، يعني مش دكاكين اللي هي زي السوبر ماركات والدنيا الحلوه اللي بره دي، لا ما فيش كده، فيش فرن، ما فيش مطعم تقوم الصبح تلاقي فطار تجيبه، لازم ندبه مشوار في اخر الدنيا عشان نجيب الاكل. ربنا يرزق ان شاء الله، وتعبكم ده ان شاء الله يعوضه بالخير ويفرحك باولادك. انت ما شاء الله عندكم شباب زي الفل يشتغلوا كده ويعوضوكوا تعبكم ده ان شاء الله يا عم ناصر. امين يا رب، امين يا رب كده، ربنا يستر علينا وعليك ان شاء الله، وكل الايام الجايه كلها حلوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب انا هي رساله انا هوجهها للي بيسمعونا، انتوا حاله عم ناصر موجود زي كتير الحقيقه، يعني وهو زي ما بنقول انت الشتاء بيبقى داخل علينا وكلنا فرحانين، يعني كل واحد يقول لك الشتاء يقول لك انا هلبس وانا هلبس الالوان وهلبس مش عارف ايه، لا دخلت الشتاء مش عند الناس كلها بتبقى بفرحه، دخلت الشتاء عند ناس كتير جدا بتبقى برعب، رعب. يعني لو قلت لك انها رعب هي رعب من اللي عم ناصر بيحكيه وام جلال بيحكوه، ناس ثابت البيت وسابوا كل حاجه في البيت زي ما قالت خايفه على اولادها زي ما بتقول، هجوا وسابوا البيت وراحوا قعدوا عند ناس عشان البيت بتاعهم مصبوب. فسهل جدا ان احنا كلنا لو لما نتكاتف مع بعض ان حاجات كتير قوي تتحل. يعني انسى الشتاء بالمفهوم بتاعك، مفهوم البطانية انت نايم ومتدفي ومطمن، مش كل الناس عندها الرفاهية دي. فيا اهل الخير، يا اهل الخير السامعين الكرام، احنا دايما متوسمين فيكم خير، احنا عارفين ان كل الناس بتحب تطلع الزكاة بتاعتها وتساعد وتطلع الصدقات وتطلع ده، فمؤسسة مصر الخير فتحها لك ده. يعني احنا جايين النهاردة مع مؤسسة مصر الخير عشان نوريك يعني زي ما يقولوا كده تشوف بعينك. الجماعة دول احنا دخلنا بيت ولا متفقين معاهم ولا هم يعرفوني اصلا ولا اي حاجة، وربنا اللي يعلم احنا دخلنا عليهم وقلنا لهم هندردش معاكم شوية ولا حتى كانوا عارفين هنتكلم في ايه. فمن فضل السامع المشاهد الكريم، سهل جدا سهل جدا ان احنا لو كل واحد قرر يساهم بمبلغ في مشاكل كتير هتتحل. رقم حساب مؤسسة مصر الخير في اي بنك هو 100 100، انزل اي بنك وقول انا عايز اتبرع لرقم حساب مؤسسة مصر الخير، الرقم هو كام؟ 100 100، او اتصل على رقم 16 140، هيجي لك مندوب مؤسسة مصر الخير لحد عندك. لو انت عايز تحديدا حالة عم ناصر، عشان حالة عم ناصر محتاج علاج ومحتاج البيت يتظبط ومحتاج ولاده اللي ما دخلوش التعليم يتعلموا اللي ما كملوش تعليمهم ومحتاج حاجات كتير وسهل جدا ان احنا نعملها،
انت لو بتتابع هتكتب لي في التعليقات دلوقتي من فضلك انا عايز اساهم في حاله عم نصر، مش عايزين اكتر منك. ولو انت سمعنا في الراديو دلوقتي ومش بتتفرج على التقرير وسامعه في الراديو، تبعت لي رساله على 199 تقول انا هتكفل بحاله عم نصر او انا هتكفل باكتر من حاله. رقم الرسائل بيبقى كام؟ 199. احنا عارفين ان احنا هنقدر نعمل اكتر من كده ان شاء الله. احنا مش عايزين نطول عليكم، بس تاني وتالت ورابع الشتاء دخلته عندك، ممكن تكون بتتحل ببطانية، بتتحل بدفاية، بتتحل بحاجات كتير. في ناس دخلت الشتاء عندهم كارثة بكل المقاييس. مستنيين اهل الخير، الناس الكريمة تساهم في حاجات كتير قوي، مش حالة عم ناصر. القرية اللي احنا فيها محتاجة كتير، محتاجة شغل كتير قوي، فعايزين كلنا نجمع علشان القرية دي حقهم عندنا ان احنا نقف معهم وقفة رجالة بجد يعني. وده اللي بتعمله مصر الخير، فاحنا لازم نساهم معهم ونساعد في ده، علشان اول ما حضراتكم تتبرعوا هنقوم جايين هنا تاني وجايبين حاجات اكتر من اللي جات المرة دي. رقم الرسائل اللي وانت بتسمعني دلوقتي وعايز تساهم 199. لو عايز تروح البنك على طول وتتبرع هتتبرع على رقم حساب مصر الخير اللي هو 100 100، والرقم ده بياخد الفلوس بتاعت حضراتكم وبيشتري بيها الحاجات. بيروحش يدي فلوس، هو بيشتري الحاجات اللي الاهالي مستحقين يستهلوها. وتبقى عامل حسابك ان مصر الخير ما بتدفعش وما بتحطش في اي حاجه، لا سقف ولا كرتونه ولا بطانيه ولا لحاف، الا لما بتبقى الحاله مدروسه مليون المية. شكرا لحسن المتابعه، وان شاء الله نكمل دردشتنا ولسه بنلف على البيت. السلام عليكم.